معنا من واشنطن مراسلنا أنس الصبار، مزيد من المواقف حول الجولة السابعة من هذه المفاوضات وما قاله اليوم وزير الخارجية أنتوني بلينكن أنس عن أنه العودة إلى الاتفاق ستكون صعبة إذا ما طالت هذه الجولات من المفاوضات غير المباشرة. تفضل. بالفعل كارولينا، يبدو أن الأمريكيين يحاولون أن يضعوا نقطة فاصلة قبل الجولة السابعة بعد 6 جولات تعرفوا إلى مواقف الإيرانيين وكذلك فعل الإيرانيون، وبالتالي فإن الجولة السابعة وقبيل انطلاقها في حال انطلقت وفق ما يرجح الأمريكيون فإنها ستكون حاسمة. ونحن نذكر أنهم عندما غادروا فيينا للتشاور في بلدانهم قال كثير من الدبلوماسيين أن الجولة المقبلة ستتضمن اتخاذ قرارات، وبعد ذلك خرجت الأنباء وكانت على شكل تصريحات من مكتب روحاني ووسائل إعلام إيرانية بأن الولايات المتحدة قررت رفع كافة العقوبات المتعلقة بالنفط والشحن. بعد ذلك ردت الخارجية الأمريكية وقالت إن الأمر لن يتم إلا ضمن اتفاق شامل، وبالتالي فإن هذه المرحلة وقبل الجولة السابعة يبدو أن قرارات مهمة ومفصلية سواء من واشنطن أو من طهران يجب أن تصدر. الأمريكيون يعتقدون، وحتى في مقابلة مع شبكة NPR الأمريكية قال المبعوث الأمريكي الخاص روبرت مالي إن الولايات المتحدة تدرك أهمية العقوبات لدى إيران وأهمية رفعها، لكنها تصر على أن رفعها لن يكون بالكامل، العقوبات حتى تلك التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب. وبالتالي فنحن نتحدث عن خطوات هذه المرة أشد حرصا من الأمريكيين وأقل تفاؤلا مما كان عليه الحال عند انطلاق هذه المحادثات. الأمريكيون يقولون أنهم يجرون اتصالات وثيقة مع شركائهم وحلفائهم في الشرق الأوسط وينسقون تحديدا مع إسرائيل بشأن الخطوات المقبلة، وبالتالي نحن نتحدث عن خطوات أكثر رصانة هذه المرة وأكثر حذرا، لأنهم على ما يبدو أيقنوا بأن الإيرانيين متمسكين برفع كافة العقوبات التي فرضت بعد انسحاب الأمريكيين من الاتفاق في عام 2018. كارولينا، شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسلنا أنس الصبار.